لماذا قاوم اليمنيون مشروع الحوثي؟ هل اجابت اربع سنوات من الانقلاب على هذا السؤال؟ في ذكرى الانقلاب، كيف تشكلت نواه المقاومه المسلحه لمواجهه المشروع الامامي الجديد في اليمن؟ اهلا أربع سنوات مرت منذ انقلاب الحوثي والمخلوع على الدولة في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 منذ اجتياح صنعاء ووصول عربات الحوثي إلى شوارع العاصمة شعر اليمنيون بالغدر وأدركوا أن الجمهورية تعرضت للخيانة من قبل هرم الدولة والدول المجاورة والدول الرعاية لمرحلة الانتقال السياسي في اليمن ومنذ ذلك الوقت تحسس الاحرار اسلحتهم وبداوا بترتيب صفوفهم لتكرار التاريخ وبدء مشروع مقاومه الامامه الجديده تحت لافته الحوثي هذه المره. مطارح مارب قبائل البيضاء عسكري ومدني تعز، كنتونات قبليه في عتمه واب وغيرها من المناطق، ما ان استتب الامر للحوثيين في اجزاء واسعه من البلاد حتى اسفر عن وجهه الامامي وسيفه الكهنوتي. قتل المدنيين وفجر بيوت المخالفين شرد المعارضين وقطع وقضى على جميع وسائل الاعلام المختلفه كل من يرفع صوته زجه الحوثي في غياهب الجب وسادت حاله الرعب في اوساط اليمنيين قتل الحوثيون في المدن التي لم تقاوم مثلما قتل في المدن التي قاومت وربما اكثر فلا الصامتون نجوا من جبروته ولا المقاومون تفردوا بنيرانه بعد عاصفه الحزم تغير ميزان القوى على الارض. تحررت عدن وابين ولحج والضالع وشبوه واجزاء من تعز والمواجهات اليوم على مشارف الحديده وابواب صنعاء وبين جبال صعده. اعزائنا المشاهدين نناقش اليوم سؤالنا الذي بدانا به الحلقه. لماذا قاوم اليمنيون مشروع الحوثي؟ عندما اسقطت الدولة والعملية السياسية كانت ميليشيا الحوثي في طرف واليمنيون بكل اطيافهم في الطرف الاخر باستثناء من تحالف مع الميليشيا من جناح صالح في المؤتمر الشعبي العام برزت الدوافع الشعبية الى العلن قالت الميليشيا كلمة الانقلاب وقال الشعب كلمة المقاومة كحق مشروع في الدفاع عن النفس. اليمنيون عندهم حساسيه من الامامه ويدركون هذا الخطر العظيم الذي قاموا والذي دفعوا ثمنه كثيرا اليوم اليمنيون انتفضوا في من كل مكان للدفاع عن الدوله وايضا لاستعاده المجد الذي صنعه اباهم الزبيري والنعمان وغيرهم من رفاق الدرب لليمنيين اسبابهم الموضوعيه في مقاومه الحوثي باعتبارها المهدده المباشره لحياتهم السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه ويومياتهم حتى تفاصيل احتياجاتهم بما فيها الماء والخبز والدواء. تحركت المظاهرات الاولى المراهضه لميليشيا الحوثي لحظه اجتياح صنعاء، انطلق الطلاب والشباب واسموها بالجماعه الانقلابيه، فقاوموها في بادئ الامر سلميا كانقلاب شامل على الدوله اليمنيه. قرابه اربع سنوات من عدوان الحوثي على الدولة على الدولة وإسقاطها أربع سنوات دمر فيها كل شيء في بلادنا في كثير كل المحافظات تقريبا وشعبنا قام الحوثي لأنه شعبنا مع بناء الدولة مع مؤسسات الدولة ضد المشاريع الانقلابية ضد مشروع الاستيثار ضد آه عوده الكهنوت الى الـ 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 السلطه. آه نحن قمنا في ثوره بثوره 26 سبتمبر ارادت ميليشيا الحوثي هزيمه الاراده الشعبيه المناهضه لها بالقمع والترهيب وارادت خلق انقسام غير وطني من خلال تبنيها خطابا طائفيا بامتياز الا ان اليمنيين احتفظوا باسبابهم الوطنيه للمقاومه وهي اسباب سياسيه واقتصاديه واجتماعيه. استحضرت ميليشيا الحوثي الماضي المتمثل بعيد الغدير والوصايه والوصيه، واستحضر اليمنيون المستقبل المتمثل بمخرجات الحوار الوطني، وقاوم الميليشيا باعتبارها قاطع طريق مستقبل اليمن الاتحادي. اختلفت الاطياف اليمنية المناهضة للحوثي في التفاصيل، واتفقت في عناوين عريضة ابرزها اسقاط الانقلاب واستعادة الدولة. إلا أن حضور التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات عامل على تشويش عنوان المعركة المتمثل باستعادة الدولة أن الأهداف هي استعادة الدولة كل مؤسساتها الدولة التي نهبت في انقلابهم المشؤوم في 21 سبتمبر لقد انقلبوا على 26 أو 27 مليون انقلبوا على مخرجات الحوار الوطني انقلبوا على مؤسسة الدولة انقلبوا على الجيش والأمن هكذا هم الحوثيين ومن وراءهم إيران احتفظ اليمنيون بالدوافع الوطنية لمقاومة الحوثي وعلى الرغم من محاولة جر المعركة إلى انقسامات ما قبل الوطنية ظل الخطاب الرسمي المناهض للانقلاب ملتزما بأهداف المعركة الأساسية هو بالإصرار والعزيمة ممكن نتغلب على هذه العوامل ولا ننسى أحيانا أن هناك بعض الاستراتيجيات الدولية التي تكون ربما تسبب التأخير لنظره معينه مثل الوضع الانساني في بعض المدن تعثر مشروع المقاومه بعد التوجه الممنهج للتحالف لاضعاف الجيش والمقاومه واعاقه حضور الدوله في المناطق المحرره وحاولت اطراف في التحالف خلق اسباب اخرى لمقاومه الحوثي غير تلك التي كانت منطلقات اليمنيين إذن مشاهدينا الكرام ينضم معنا في هذه الحلقة الكاتب والباحث محمد الصبري وسينضم معه آخرون أيضاً مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور حياكم الله. آه طبعاً من مأرب نستضيفك أستاذ محمد وبداية دعني آه أبدأ معك من سؤال الحلقة برأيك لماذا قاوم اليمنيون الحوثيون؟ لما شكلوا هذه النواة؟ للمقاومه منذ آآ بدايه اجتياحه بدايه احييك الاخت ساميه احيي اسيا طاقم فريق كانت بلقيس اسيا عفوا واحيي طاقم الفريق فريق آه فريق قناه بلقيس ومن خلال قناه بلقيس اتقدم بمباركه للشعب اليمني بمناسبه اعياد 26 سبتمبر الخالده الثوره التي قضت على الكهنوت وعلى الظلم وعلى الطغيان والتي اسست لمستقبل الانسان اليمني المستقبل الذي ينشده بعد يعني تضحياته الجسيمه التي قدمها واجابه على هذا السؤال كان للشعب اليمني ما كان له الا ان يقاوم الحوثي كيف لا يقف الشعب اليمني بكل مكوناته واطيافه امام ممارسات هذه الحركه التي مثلت اكبر مشكله للانسان اليمني وللدوله ولمستقبل الاجيال، الحوثي مشكله، مشكله سياسيه ومشكله ثقافيه ومشكله تاريخيه والمشكله لا يمكن ان ينتج عنها حل. وبالتالي كان الشعب اليمني امام هذا الطغيان وامام هذه الممارسات وامام هذا الظلم وامام هذا الاجتياح التي مارسته ميليشيا الحوثي على الشعب اليمني دمرت كل جميل في حياه الشعب اليمني لا يمكن لاي شعب في العالم الا ان يقف مقاوما الا ان يقف مدافعا الا ان يقف مقاتلا عن مثل هذه الجماعه الظالمه الطاغيه الدكتاتورية المتسلطة التي تدعي الحق الإلهي وتريد أن تقنع الشعب اليمني أنها مخولة ومفوضة من الله سبحانه وتعالى للحكم أعظم ما يدعو الشعب اليمني لمقاومة الحوثيين ادعائهم للحق الإلهي في الحكم ادعائهم الولاية وهم يحتفلون كل سنة بمناسبة الولاية وبالتالي هم يعتقدون ويريدون أن يقنعوا الشعب اليمني أن الولاية تفويض من الله سبحانه وتعالى لهم بحكم الشعب اليمني وهذا اكبر اكبر جريمه واكبر ادعاء يدفع الشعب اليمني ويدفع قاده الشعب اليمني ومثقفي ومفكري وكل افراد الشعب اليمني ان يقف مقاوما لهذا الادعاء ولهذا الطغيان ولهذا الظلم ولهذا الجبروت ربما استاذ محمد يعني حديثك يجعلنا او يجورنا للتساؤل كيف استطاعت هذه الميليشيا الكهنوتيه التي تتحدث عنها بهذا الشكل ان تسقط الجمهوريه بعد 60 او قرابه 60 عاما منها؟ يعملون من منذ 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 قيام الثوره في 26 سبتمبر والحوثيون يعملون في الباطن في كل مفاصل الحياة الاجتماعية والسياسية وفي كل مؤسسات الدولة وهم يعملون مستخدمين التقية في الوصول إلى مصادر ومراكز القرار استمروا في العمل والتجميع والتحشيد والبناء لفترات طويلة وعملوا على اختراق كثير من المكونات حتى جاءت الفرصة في عام 2014 كانت المنظومة السياسية متهالكة متباينة متصارعة وكانت الدولة قد تم اختراق أغلب مؤسساتها وأغلب مكوناتها وأغلب مفرداتها وقد وصلوا في كثير من مصادر القرار في كافة المؤسسات وصلوا إلى مستويات يستطيع من خلالها إسقاط منظومة الحكم وبالتعاون المعروف الذي قدمه قدمه علي عبد الله صالح ومن وراء حزب المؤتمر الشعبي العام بعد عام في 2014 ومن بعدها كان الحوثيين قد تمكنوا فعلا من اسقاط المنظومه السياسيه واسقاط السياسه وبالتالي اسقطوا الدوله مستخدمين لكافه امكانات الدوله التي وصلوا اليها وسلمت لهم نعم اذا استاذ محمد يعني كيف تشكلت كنتونات المقاومه في اكثر من منطقه فور سقوط العاصمه صنعاء في 21 من سبتمبر كان هناك توجه لمقاومه الحوثيين داخل العاصمه لكن وبسبب الخيانات التي حدثت و والسقوط المريء الذي حدث وسقوط الجيش وتسليم مؤسسات الدولة وشعور الـ الـ القوى التي كانت تمثل حائط صد للدفاع عن العاصمة شعورها بالخيانة الخلفية شعورها بأنها طعنت من الخلف وبالتالي اضطروا الناس لاتخاذ قرار الانسحاب من المواجهة لعدم جدوى المواجهة في تلك اللحظة بعدها مباشرة انتقل المقاومون وانتقل المقاتلون وانتقل المظلومون وأبناء الذين قتلوا وأبناء الذين شردوا وأبناء من فجرت بيوتهم ومن دمرت مؤسساتهم انتقلوا للبحث عن مكان يستطيع من خلاله تجميع وتحشيد إمكاناتهم وقواهم والبدء في 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 صياغة فرصة جديدة لمقاومة الحوثي وهذا ما تم بالفعل مع بدايات 2014 في شهر ثلاثة تقريبا أو شهر اثنين بدأ تشكيل منظومة المقاومة التي تشكلت مع تقصر. بداية إعلان تكوين ما يسمى بالمطارح المطارح في مأرب كانت المطارح البداية الخطوة الأولى التي تجمعت فيها مكونات المقاومة وانطلقت من خلالها نعم كان ذلك في بداية 2015 يعني حتى نصحح المعلومة طيب استاذ محمد عفوا مع بداية 2015 في شهر 3 نعم. تقريبا نعم البعض يتحدث بقوله لما قاومتم يعني انظروا ما الذي حدث للمدن التي قاومت أصابها الدمار وقتل من أبنائها الكثير وربما توضع تعز كشاهد لهذا الحديث أن يعني ما الذي صنعه الحوثيون بتعز على عكس المدن التي سلمت وأسلمت أبنائها كل هذا الدمار ما رأيك أنت؟ أنا أن المدن التي لم التي قاومت هي أكثر أمنا وأكثر وأكثر يعني اطمئنانا من المدن التي لم تسلم الحوثي تمكن من بسط الخوف بسط الرعب في كل المناطق التي سيطر عليها هو لم يبسط الأمن لكنه بسط الخوف الحوثي استطاع أن يجمع الجميع ولم يترك لأحد فرصة أن ينبس ببنت شفك كما يقول العرب وبالتالي المدن التي قاومت كمارب والضالع و... 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 وتعز وعدن ولاحج وغيرها من المدن التي قاومت وطردت الحوثي وكذلك الجوف كلها هي اكثر امنا واستقرارا والعيش فيها اكثر هناء للانسان الذي يعيش فيها فيها حتى هائل فيها حد ممتاز من الحريه فيها اتاحه فرصه للحركه والعمل السياسي فيها تشكل يعني نواه لبناء الجيش وتشكل النوال لبناء الدوله الى اخره المناطق التي تخضع لسيطره الحوثي يا سيدتي هي مناطق يعني تحت تحت مستوى الدكتاتوريه والتسلط المهول الناس يشتكون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي شكوى مريره يعني مدهشه من حجم الخوف والرعب ومن حجم الـ 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 يعني القمع التي الذي يتعرضون فضلا عن ان هذه المناطق لم تأمن على الاطلاق، فكل يوم فيها قتل، كل يوم فيها يعني فيها فيها كل يوم نعم. فيها اختطافات، كل يوم فيها فالمناطق التي خضعت التي قاومت والتي يعني تعمل تحت ظل الشرعيه هي اكثر امنا واستقرارا وإن كان هناك بعض الـ بعض الـ الإشكالات هنا وهنا لكن لا يمكن أن نقارن هذه الحالة بالحالة التي تخضع لها المدن التي تقع تحت سيطرة الحوثيين. نعم إذا نسمح لنا أستاذ محمد أن ينضم معنا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز العقيد عبد حمود الصغير رئيس عملية اللواء السابع عشر مشاة مساء الخير سيادة العقيد. السلام عليكم العافية لك والله فيك الكريم ولجميع المشاهدين أهلا بك أستاذ عبدو وبعد الانقلاب بأشهر كانت تعز من أوائل المدن التي تشكلت فيها مقاومة الحوثي هل حدثتنا عن فكرة تشكيل هذه النواة؟ بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أؤكد لكم جميعا أن الانقلاب بإذن الله زائل وفي زوال، واليما ستنتصر آه بالقريب العاجل. لا شك ان تشكيل المقاومه الشعبيه بعد احداث 21 سبتمبر او نسميه نكبه 21 سبتمبر، آه وبدء هذه الميليشيات عدم اكتفائها بصنعاء، والبدء في الانتشار في با في بعض المحافظات، كانت وجهه هذه الميليشيات تعز. ولذلك عقدت الفعالية السياسية والاجتماعية العديد من اللقاءات مع السلطة المحلية والعسكرية والأمنية للوقوف أمام هذا المد القادم إلى تعز وكيف مواجهة هذه الميليشيات واتفق الجميع على على تقريب تعز وتحييد تعز وعدم دخول تعز في هذا الصراع وبالفعل كان هناك كثير من اللقاءات لجميع الوجهات في تعز مع السلطة المحلية واتفقوا على هذا الرأي وكان اخر هذه اللقاءات هو حضور الـ 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 وزير الدفاع الصبيحي والذي شارك في احدى في احدى هذه الفعاليات. في الفتره من 24 او من 20 ل 24/3/2015 15 بدات هذه الميليشيات بالنزول الى تعز عبر كميات هائله من الاطقم العسكريه والافراد والمعدات بشكل كبير الى تعز تداعى لها ابناء تعز من كل المديريات من أرجاء المدينة لإيصال رسالة لقوات الأمن المركزي التي وردت إلى تعز بأنه لا مجال لوضع ليش... لي... 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 تعز أو لعسكرة في الحياة المدنية والحياة العامة في تعز كانوا يبرروا آنذاك أنهم عبارة عن ترانزيت الوصول إلى تعز للتحرك إلى عدن نعم. إلا أن النوايا الخبيثة لهذه الميليشيات بدأت بالتحرك داخل المدينة هنا وهناك حتى وصلنا إلى الاعتصام السلمي أمام الأمن المركزي في 24 ثلاثة واستشهاد 12 فرد من أفراد أو من أبناء تعز أو من شباب تعز وقرح البعض في هذه اللحظة تنادى أبناء تعز عقلاءها حكامها حكماءها المؤسسة المدنية والعسكرية لاجتماع عاقل والدارس الوضع واتفقوا على رأي واحد وهو عدم الزق بالمحافظة إلى هذا المربع مهما كانت الظروف الا ان الميليشيات بدات في انتشار سواء في التربه او في بعض مفاصل المدينه مما حدا بتجمع بعض المشايخ وعلى راسهم الشيخ حمود المخلافي وبداوا بتشكيل نواه المقاومه او بتاسيس مجلس المقاومه سمي بعد بعد ذلك بمجلس تنسيق المقاومه وانطلقت المقاومه سواء في بدء عند مواجهه الميليشيات عند اجتياحها لمعسكر اللواء 35 بتاريخ 22 أربعة. ثم بعد ذلك بدأت أول معركة فعلية ما بين الميليشيات وما بين المقاومة الشعبية بتعز في 17/4 في جولة المرور والذي كان أول باكورة شهدائه هو الشهيد محمد الصهيبي. ندرك تماما أن كل الفعاليات السياسية تنادت منذ البدء لتقريب تعز إلا أن الميليشيات أرادت إقحام تعز أو بمعنى أصح تركيع تعز وكما قال قائلهم هي مجموعة سنحكمها بطقمين عسكريين وما هم الا مجموعة من اصحاب البنطلونات. نعم اذا سيادة العقيد يعني معروف ان تعز تعز كانت مطوقة بالوية عديدة يعني ربما 17 لواء لم يعني يخرني الرقم، الم تكن هذه تعد مخاطرة كبيرة يعني وكانها معركة تشير تشير الى الخسارة على كل المؤشرات؟ بالفعل كانت تعز محاطه بتقريبا ب عشر لواء عسكري وبالذات بعد بعد عوده بعض الالويه العسكريه من الجنوب وانتشارها في محيط تعز، كانت هذه الالويه مدققه بكل انواع الاسلحه الثقيله والمتوسطه والخفيفه، كانت امكانياتها رهيبه افرادها ايضا كثافه بشريه بشكل غير عادي، المعادله كانت صعبه، المخاطره كبيره لكن مجموعه من الشباب لا يمتلكون الا السلاح العادي او السلاح الكلاشينكوف، لا يمتلكون اسلحه متوسطه ولا رشاشات ولا معده ثقيله، لكن كانوا يمتلكون عزيمه قويه، اصرار كبير واصرار على الدفاع عن مدينتهم مهما كلف ذلك من ثمن. قياده المقاومه اتخذت هذا المسار وهذا الخط وهي تدرك حجم المعركه لكن ابناء تعز، كانوا في ذلك الحين يدركوا ايضا ان تركيعهم وان وان اجتياح تعز وتدمير تعز وايضا قتل وتشريد ابناء تعز كان لابد من مواجهته بشتى الطرق وبانواعها، ولذلك كان المواجهه وكانت مواجهه قويه ومواجهه حتميه في كل الجبهات او جبهات القتال أن انخرط فيها كل ابناء تعز بكل فئاتهم واطيافهم ومشاربهم سواء المدنيه او العسكريه وانخرطوا في مجلس معين هو مجلس انشقاق المقاومه والذي قاد كثير الجبهات بشكل عام سواء داخل المدينه او خارجها، ثم بعد ذلك تشكل المجلس العسكري ليكون باكوره الجيش الوطني في تعز. كل هذه الدلائل تدل دلاله واضحه على ان ابناء تعز كان لديهم العزيمه قويه، كان لديهم اصرار غريب، كان لديهم ايضا روح طواقه آه يمتلكون ايضا معنويات عاليه تفوق الجبال كان همهم الابرز ان ما ما تعاني تعز او ممكن ان تعاني تعز لا بد من مواجهه ذلك المد الكبير المد الشيعي الكبير ولذلك نجد اليوم ان تعز ضحت باكثر من 4000 شهيد واكثر من عشرين من عشرين من الف وما زالت متواصله ومستمره حتى تخليص تعز وتخليص اليمن باكملها نعم اذا اعود اليك استاذ محمد استاذ محمد يعني ونحن نستمع لحديث العقيد عبد وهو يتحدث عن يعني فعلا كان كيف انهم شباب لم يكونوا يحملوا الاسلحه الخفيفه وكيف واجهوا كل هذه المعدات الثقيله هل تجد ان تكلفه المقاومه كانت اقل من تكلفه الاستسلام فعلا كما يقال بدون شك ان تكلفة الاستسلام اضعاف اضعاف مضاعفه من تكلفة المقاومه. المقاومه التي يعني يتحدث عنها سياده العقيد يمكن ان اتحدث بنفس النموذج كان هنا في مارب. كان شباب لا يملكوا الا نفس الادوات البسيطه التي واجهوا بها طغيان الحوثي وكان الحوثي على مشارف وابواب يطرق ابواب مارب لكن عزيمه الشباب وقوتهم واصرارهم وحرصهم على مستقبلهم وحرصهم على جمهوريتهم وحرصهم على بلدهم وحرصهم على يعني مستقبلهم دفعهم بهمه عاليه وروح متطلعه وثابه استطاعوا من خلالها ان يجمعوا امكاناتهم ويستطيعوا ان يدفعوا بالحوثي حتى تمكن المقاومه من اخراج الحوثي من مدينه مارب واصبحت مارب الان نموذج يعني نموذج جيد يحتذى به على بقيه المدن التي تخضع للشرعيه. كلفه المقاومه اقل بكثير وهذه معروفه على مستوى العالم، كل بلدان العالم التي قاومت الطغاه وقاومت الظلمه وقاومت المستبدين قدمت اقل بكثير مما كان يمكن ان تقدمه لو انها صمتت لو انها استسلمت لو انها تنازلت لو انها تماهت مع منظومه الحكم منظومه الظلم منظومه الطغيان لان الطاغى والباغي لكل كل يوم ولديه شراهة ولديه نفس في جمع كل من يقف امامه والنموذج واضح في صنعاء وفي المناطق التي تخضع للحوثيين كل فتلات، التضحيات التي يقدمها الناس اضعاف مضاعفه الناس يجبروا جبرا على الذهاب للقتال الى الـ 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 الجبهات وهذا يعد من التضحيات التي تقدمها الناس لو كانوا وقفوا مع المقاومه ومع الجيش ومع الشرعيه كانوا كانت يعني تضحياتهم ستكون اقل بكثير لاول مره في التاريخ شبه المهاجم اقل تضحيه من المدافع وهذا يعني من العجائب عفوا يعني نحن نهاجم الحوثيين ومع ذلك تضحياتنا أقل مما يضحوهم بكثير يعني في نعم يعني في رغم رغم آه تضافر كل, كل العوامل تقريبا وأنا مطلع على كثير من الأعداد في هذا المجال نعم العوامل كانت متشابهة في كل المناطق الحوثي مسيطر على مقدرات الدولة آه بالتعاون مع أجهزة آه الحرس آه الجمهوري آنذاك وتسليم صالح كما قلت لمقدرات آه آه البلاد لهم لكن آه اسمح لي أن أنتقل للاستاذ آه عبد أستاذ عبدو يعني بعد أربع سنوات من الاجتياح كيف تجد يعني هذا المشروع أين يقف مشروع استكمال تحرير تعز لا شك أنه بعد أربع سنوات وفي جلسة تقييمية واضحة للسنوات الماضية من من عمر المقاومة وعمر الجيش الوطني اللذان يسعان لتحقيق الانتصار على هذه الميليشيات المجرمة أنا أقف أمام محطات فارقة ومحطات كبيرة جدا تعز اليوم تقف على أعتاب أربعة ألف شهيد تقف على أعتاب عشرين ألف جريح تقف على منازل دمرت على بنية تحتية أنهكت لكنها ما زالت واقفة وصامدة تعز هذه المدينة المحاصرة التي تكالبت عليها هذه الألوية والميليشيات من شمال الشمال ومن كل محافظة الجمهورية ومن ومن رواد الكهوف لاسقاطها وتركيعها الا ان الا ان المشروع المقاوم المشروع المنافح المدافع عن هذه المدينه بل واليمن باكملها ما زال قويا صلبا يحتاج الى الى ايجاد استكمال هذا المشروع وهذه فرصه نضعها على طاوله القياده الشرعيه على طاوله الاخوه في دول التحالف والذي يرسل اليهم من هذا البرنامج رساله الشكر رسالة تقدير على ما قدموه على مستوى الوطن اليمني الكبير والذي كان لولا عناية الله عز وجل ثم تدخل الإخوة في التحالف لكانت اليوم اليمن بوابة إيرانية بحتة والذي كان سيؤثر على الجزيرة العربية بأكملها بل ودول الخليج بالخصوص ندرك اليوم أن يقع على عاتق الإخوة في قيادة التحالف وقيادة الشرعية مسؤولية كبيرة في إمداد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالمعدات اللازمة لاستكمال التحرير خاصة وأن تعز قد استكملت ما يقارب ثمانين في من مشروع التحرير على مستوى المدينة بل وأكثر من ثلاثة عشر مديرية واليوم توجد ست مديريات ما زالت يوجد فيها جبهات وبقية المديريات تحت وطأة هذه الميليشيات المجرمة اليوم بعد أربع سنوات نقول أن المشروع المقاوم ما زال قوياً صلباً ما زال عملاقاً يتعملق في كل جبهات القتال. نراه في جبال الصلو نراه في في جبال جبل حبشي وفي مقبنه نراه نراه في قمه اعلى جبل الصبر صبر في الشق والاقروض نراه في الكريفات نراه في الدفاع الجوي نراه في الجانب الغربي في جبل هان نراه في كل مواقع مواقع الجبهات في مدينه تعز المشروع المقائم هناك نرى ابطالنا ورجالنا واشاوسنا في هذه المواقع فنجد ان لدينا من القدرات بل من من الابطال القادرون على ازاله هذا المشروع نعم ونحن اذا استكملت و... 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 بنيتهم العسكريه واستكملت البنيه الاساسيه للتحرير وانتم بالنسبه لنا عقيد حم... عبدو يعني آ... الامل الباقي آ... لاستعاده آ... الجمهوريه خاصه منهم على الجبهات والذين تحدثت عنهم في كثير من المناطق. اعود اليك استاذ محمد، استاذ محمد يعني برايك ما هو المشروع الذي رافق او عفوا ما هو القصور الذي رافق مشروع المقاومه؟ يعني اوائل المدن التي قاومت الحوثي مأرب وتعز والبيضاء، اين تجد او كيف يمكن تقييم هذه التجارب؟ التجارب تجارب المقاومه تجارب آه يعني ناجحه وناجحه جدا لكن آه رافقها بعض القصور وهذا طبيعي الفعل البشري يرافقه دائما القصور ويرافقه دائما النقص الطبيعي المقاومه بدات في كل مكان في اليمن بدات من الصفر الجيش الوطني بدا من الصفر بدا لا يملك شيئا اذكر اني زرت الـ 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 اللواء عبد الرب الشتادي الى مكتبه في في عام 2015 اعتقد انها في شهر سبعه او ثمانيه وهو لا يملك بندقيه واحده واذكر وهو كان يوزع الخمس او السته البنادق على مجموعه من الشباب ويرد تلك البنادق لمجموعه اخرى بنفس عندما يجدوا يعني عندما ينهكوا يسلم البنادق لمجموعه اخرى اقصد ان المقاومه بدات من الصفر والحوثي بدا وهو يملك كل شيء. الحوثي تحرك وهو يملك كل شيء، وهو اعلن في اكثر من خطاب انه قد تم التنسيق مع القاده العسكريين، مع قاده اجتماعيين، مع اكاديميين، مع قاده اداريين، وقاده سياسيين الى اخره. وكانت الامور قد هيئت له بالكامل يجتاح اليمن من طرفها الى طرفها من شرقها الى غربها من شمالها الى جنوبها لكن تشكل المقاومه وبدايتها يعني رافقها بعض القصور قصور في اداره يعني التشكيلات التي تم تشكيلها القصور في عدم قدره المقاومه على تغطيه حاجات الجبهات العسكريه القصور في عدم قدرتهم على تغطية حاجات الناس المادية والمقاتلين ولذلك كان المقاتلون يقاتلوا ولا لا تكاد تجدي مع المقاتل الأحذية كنا نعرف عشرات ومئات من المقاتلين في المقاومة والجيش الوطني وهم يذهبون الجبهات لا يكادوا يجدوا أحذية وكم مرة يعني تأتي الطلبات للبحث عن حذاء اليوم الأمور تحسنت إلى حد كبير تم أعمل. تشكيل الألوية وشكلت مناطق عسكرية والآن الـ الـ الوضع يعني أحسن ووضع الحوثي في إنهيار يعني وهو في أضعف حالاته اليوم نحن ندق على أبواب الحديدة وندق على أبواب صنعاء وندق على أبواب صعدة وندق على أبواب عمران وبالتالي لا. الذي يقول أين يعني لماذا قصرت المقاومة نقول له المقاومة قصرت وهي تعترف أنها وقعت في قصور غير متعمد بطبيعة الفعل البشري وبطبيعة الأشياء أنه لا بد أن يرافق هذا العمل وهذا القتال وأنت في حالة حرب نحن في حالة حرب ومع ذلك نبني جيش في حالة حرب ومع ذلك نؤسس الألوية في حالة حرب ومع ذلك نحشد الإمكانات ونجمعها وندفعها في اتجاه مقاومة مشروع الإمامة ومشروع الكهنوت الجديد نعم إذاً أعود إليك أستاذ عبدو، عقيد عبدو يعني، أود أن أسألك يعني كيف تحولتم أنتم يعني ونحن نتحدث عن المقاومة التي بدأت من الصفر كما ذكر الأستاذ محمد، يعني كيف تحولتم من معلمين وأطباء وحرفيين إلى مقاومة بالسلاح؟ يعني من اعتاد أن يمسك الطبشور أو القلم يتحول إلى حامل للسلاح بكل حب وبكل صعوبة بالتأكيد واجهته في البداية لا شك أن المراحل الأولى كانت صعبة وكبيرة جدا ولذلك عندما تابعنا مسيرة الدمار التي بدأت في عمران ووسط صنعاء ثم تحركت كان لابد أيضا من تحرك لأبناء تعز بكل أطيافهم ولذلك خرج الطلاب والمعلمون وخرج الاطباء والمهندسون والعمال وكثيرا من شرائح المجتمع كل كل فرد خرج بسلاحه الشخصي من منزله لا هم له الا الدفاع عن نفسه، الدفاع عن كرامته، عن عرضه، عن ارضه، عن مدينته هذه المدينه المسالمه، المدينه الثقافيه التي لا تعرف حمل السلاح، خرج ابطالنا من الجامعات، من المدارس وهم يحملون الاقلام والدفاتر والكتب يتعلمون الى الى ميدان اخر وهو ميدان السلاح، ولذلك كان هناك كثير من الملاحظات، بدانا بالتدريب من لحظة الاولى التدريب السريع على حمل البندقيه لبعض لبعض الافراد وبعض الجهات، ومع الايام اصبح افرادنا اليوم يمارسون كل انواع الاسلحه بدءا بالالي وانتهاء بالدبابات، بدا اليوم ابطال طلاب الجامعات اليوم يقومون بقيادة الدبابات وبالاستخدام الدبابة بممارسة ومهنية عالية وكأنهم كأنهم تدربوا لسنوات كبيرة جدا بدأوا يستخدمون الأسلحة الثقيلة أو الرشاشات الثقيلة بمختلف أنواعها وعياراتها وبدأوا أيضا بالتعامل مع المدفعية بشتى أنواعها هذا يدل دلالة واضحة على حجم المعاناة الذي ولدت الإبداع عند هؤلاء الناس الذين ليس لديهم خبرة وأذكر موقفا في يوم 17 أربعة احد الشباب كان يحمل قاذفا، قاذف الاربيجي، هذا لم يستطع التعامل مع هذا القاذف ولا كيف يضرب بالقذيفه. اليوم يتعاملون مع معظم انواع الاسلحه بكفاءه عاليه وباقتدار عالي. أه هذه ما وصلنا ما وصل اليه شباب اليوم والناس اليوم وصلوا اليه عبر معاناه ولت عندهم هذه الدفعه القويه في تعلم كل انواع الاسلحه ليدافعوا عن هذه المدينه. نعم إذا أعود إليك أستاذ محمد أستاذ محمد يعني حين يتحول معلم إلى مقاوم ويتحول مهندس إلى مقاوم وطالب أيضا إلى مقاوم، كيف تقيم أنت القوى السياسية التي ربما هي أكثر انخراطا في العمل السياسي وأكثر تقديرا للمواقف، كيف تقيم يعني انخراطها في المقاومة أبان الانقلاب؟ أبان الانقلاب كان حدث فرز للقوى السياسية، فهناك قوى سياسية وقفت مع الانقلاب وتماهت معه وعانته وساعدته وقدمت له كل التنازلات، وهناك قوى سياسية وقفت مع الوطن ومع الجمهورية ومع الدولة وبذلت جهودها بالتفاوت بين تلك القوى وبحسب درجات إمكاناتها، وهذا وضع طبيعي. ولذلك يعني كل المنخرطين في المقاومه لا استطيع ان اقول انهم يمثلوا تيار سياسي واحد كلهم يمثلوا كل التيارات حتى من التيارات التي تماهت مع الحوثي ومع ذلك منهم كثير من الشباب انخرطوا مع المقاومه ويعني عزت عليهم عزت عليهم بلدهم وعزت عليهم حريتهم الا ان يقفوا مع البلد ويقفوا مع الجمهوريه ويقفوا مع الجيش الوطني ومع الشرعيه ومع المقاومه. كل التشكيلات الموجوده الان في الجيش الوطني استطيع اقول ان كل كلها موجود فيها كل التنظيمات وكل المكونات السياسيه وهذا وضع طبيعي. لابد ان يشارك الجميع عندما نقول لماذا المدرس تحول الى مقاتل والطالب وكذلك ينبغي ان يتحول السياسي الى مقاتل للدفاع عن الوطن في اللحظه التي يتهدد الوطن خطر كل بلدان العالم يقف كل ابنائها بمختلف توجهاتهم ومختلف قناعاتهم ومختلف انتماءاتهم يقفوا لمحاربه ذلك الخطر وذلك الطغيان وذلك التوجه اذا سقط عاد الناس الى مواقعهم وعادوا إلى ثكناتهم كما يقال سالمين يعني إن شاء الله. إن شاء الله، إذاً سيادة العقيد يعني كنت تتحدث عن الدور الذي قدمته قوات التحالف و يعني والذي ربما يعني بدونها كما قلت لم يعني تستطع المقاومة أن تتشكل بهذه القوة ولكن يعني نتساءل أيضا عاصفة الحزم والتي شكلت تطور كبير في المشهد وأخذت المقاومة بعدها شكل أكثر رسمية هل تعتقد أنها الآن تقوم بمهامها كما ينبغي خاصة ونحن نجد أن المقاومة والجيش الوطني غير مدعومين ب يعني التي تؤهلهما فعلا المقاومة للأسلحة الثقيلة ولا الإمدادات العسكرية التي يفترض أن تكون لديهم لا شك أن الدور الكبير الذي قامت به قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الشقيقة كان دورا كبيرا جدا، لأن ندرك تماما أهمية المعركة وأهمية صد هذا المد الحوثي الشيعي الفارسي اليمن تمثل حائط الصد الأول للجزيرة العربية ودول الخليج بشكل رئيسي، ومعركتنا واحدة ومعركتنا ليست معركة اليمن لوحدها بقدر ما هي معركة الدول الخليج واليمن بشكل أساسي. و نعم سياده العقيد يعني هل تجد ان الوضع ما زال علي ما هو عليه؟ يعني هل ما زال التحالف داعما للمقاومه بالشكل الذي يجب؟ الا نجد ان هناك شلل حقيقي يسيطر علي افراد المقاومه والجيش الوطني؟ يعني تعز اربع سنوات لم تستطع التحرر فيما مدن تم تحريرها خلال اسابيع قليله؟ لا شك لا شك ان كبر المعركة وطول المعركة وأيضا مدة المعركة وعدم الترتيبات القوية في من بداية الأمر أدت إلى خلل هنا وهناك أيضا الدور الملقى على الإخوة في دول التحالف دور كبير جدا لكن اليوم نحن نتكلم عن جيش ونتكلم عن جيش وطني ومقاومة شعبية معا مسنودة بدول التحالف قد يكون قصر في مكان ما عن مكان آخر لكن ما زال الجهد مبذول وهي معركة إما الانتهاء منها بنصر وبتحقيق نصر سواء عسكري أو سياسي على مستوى اليمن بشكل كبير جدا ودحر هذه الميليشيات أو النكوص عن ذلك معناته انتصار الحوثيين على التحالف اليمن بشكل عام وهذا لا يمكن أن يتم لأننا مصممون على استكمال التحرير مهما كانت التضحيات ومهما كانت العوائق ومهما كانت ايضا المعوقات سواء في دعم الجيش الوطني بشكل كامل او في التقصير من دعم المعركه في تعز او دعمها في البيضاء او دعمها في في مناطق اخرى، لكن نقول هناك من الرجال، هناك ايضا من العزائم لدى هؤلاء الرجال لاستكمال التحرير. نعم، اذا برايك انت استاذ محمد هل تعتقد انه بعد اربع سنوات يعني ما زال التحالف على دعمه السابق للمقاومه والجيش الوطني ام ان هناك خذلان يصاب به في المناطق التي ما زالت مشتعله او متاججه في الجبهات وخاصه يعني على وجه الخصوص تعز التي يعني تشهد تباطؤ واضح في مساله التحرير. أنا أعتقد يعني أولاً بداية أنا أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة في التحالف ونحن يعني عرفناهم هنا في مأرب وكانت مشاركتهم مشاركة حاسمة وفضلهم لن ينساه ولن تنساه الذاكرة التاريخية اليمنية إلى الأبد مشاركة التحالف كانت ضرورة وحاشمة و... ويعني نعم هذا كل ما ارتقاه الناس في بداية الأمر أستاذ محمد يعني نعم الكل يجد كانت مشاركة حاسمة وخاصة أن الإقليم كله يتهدد ليس فقط اليمن ولكن الوضع الحالي الآن على ماذا إلى ماذا يشير يعني لما لا يوجد تحرك جاد من قبل التحالف في مسألة التحرير في دقيقة إذا تكرمت الوقت يداهمنا أنا بالإمكان أن بالإمكان أن يعني أشير بأصابع العتاب على الحكومة الشرعية التي لم تتمكن من تجميع المكونات العسكرية تحت لافتة واحدة، ونحن كنا قد طرحنا هذا الطرح على أكثر من من صعيد أنه لابد أن تكون لافتة المعركة لافتة ولو توحدت جهود المقاتلين وجهود الشرعية فقط والمقاتلين مع الشرعيين لكان الحسم ممكناً في اسرع مما مما يعني مما هو مقدر له. اما بالنسبه للتحالف فلا نستطيع ان نوجه اي لائمه في اتجاه التحالف وان كان هناك من ملامه فهي لعدم تمكين بقيه الجبهات من الامكانات التي يعني بها يتم الحسم. اما التحالف فقد قدم الذي يستطيع والذي يقدم معك ويعاونك نقول له جزاك الله خير انه بيساعدنا بامكاناته التي لكن مع ذلك لا ننفي ابدا ان يكون للتحالف ولدول التحالف سواء مجتمعه او منفرده بعض الاجنده الخاصه ما دامت قدمت شيء بالامكان ان يكون بعض الاجنده لكن الملامه تقدم او توجه نحو الحكومه الشرعيه التي كان ينبغي عليها ان تصحح وتقوم المسار وتضبط تضبط يعني منظومه الفعل العسكري على الارض وتوحد جهودها بحيث يتم الحشم تحت نعم. لافته ومنظومه عسكريه موحده. نعم اذا شكرا جزيلا لكما ضيفي العزيزين محمد الصبري الكاتب والباحث كنت معنا عبر الاقمار الاصطناعيه من مارب كذلك اشكرك العقيد عبد حمود الصغير رئيس عمليه اللواء السابع عشر مشاه كنت معنا ايضا عبر الاقمار الاصطناعيه من تعز اشكركم ايضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم لنلتقيكم في مساء يمني جديد كونوا برعايه الله وامنه